الآن عيشة شو مع سلطان الطرب جورج وسيم. مشاهدينا في مصر والوطن العربي، أهلا بيكم. حلقة الليلة حلقة استثنائية، معنا سلطان الطرب جورج وصوف، منورنا. جورج وصوف أنا جيت الحياة عشان أغني، جملة بتلخص رحلة كبيرة قضاها جورج وصوف لأكتر من 40 سنة قدر خلالهم يحفر صوته واسمه في أرشيف الطرب العربي. لجورج وصوف 3 ألقاب: الطفل المعجزة، وده لقب اللي أطلقوا عليه الفنان وديع الصافي لما سمع صوته وهو عنده 12 سنة وقرر يتبناه وينقل صوته من سوريا للبنان للعالم كله، وسلطان الطرب، وده اللقب اللي أطلقوا عليه الفنان عمر الشريف لما سمع صوته لأول مرة وهو بيغني في باريس، وخدت اللقب الصحافة الفنية وأطلقته على جورج وصوف، ومن وقتها بقى لقبه الرسمي. نسيت ليالي وأيام. أما لقب الشعبي فهو أبو وديع، نسبة لابنه الكبير وديع اللي أخذ اللقب. أبو وديع بيقول إن محدش ليه فضل عليه بالفلوس، بس الناس كلها ليها فضل عليه بالمحبة، وإنه راضي جداً على اللي قدمه في مسيرته الفنية، وإن ربنا اداله أكتر بكتير من اللي استحقه، وإنه مش خايف من الموت لأنه هيمشي وهو سايب أغانيه اللي بيحبوه. أبو وديع كمان شايف إن إحنا في زمن المصلحة، وإن الزمن الفن الحقيقي انتهى، بدليل وجود برامج اكتشاف مواهب اللي بيشوفها إنها برامج تجارية وإنها ما بتطلعش فنانين حقيقيين. وهاجم الفنانين اللي في لجان التحكيم زي أحلام وإليسا وشيرين ونانسي. وبعدنا منشوف كل جمعة كل يوم كل برنامج عرب هيدول، شو عرب هيدول شو اسمه؟ جمهور أبو وديع بيعتب عليه إنه قاسي جداً في آرائه على الجيل الشباب بسبب تصريحاته المعادية لجيلهم، زي إنه شايف إن مفيش مطرب حقيقي ظهر خلال الفترة الأخيرة، وإن أهم ملحن بالنسبة له كان بليغ حمدي، وإن السوشيال ميديا بوظت الدنيا، وإن الأغنية بقت لعبة وصناعة الموسيقى بتنتهي. الشباب بيقدر جداً مسيرة أبو وديع وبيعشق أغانيه، بس برضه بيحب مطربين جيله وبيميل لأنواع جديدة من الموسيقى. فإمتى هيتصالح أبو وديع مع الشباب ويعرف إن الزمن اتغير؟ جورج وصوف مع عائشة. اشتقنا لك. لا انت منوره يا عايشة، وانت منوره الدنيا، وانت عايشة. ربنا يخليك. المعرفه القديمه، وانا عملت معك مقابله قبل كده. كل ما نشوفك بخير بنحس ان الفن بخير. طول عمرك يا رب، طول عمرك يا رب. وكل اعمالك حلوه ودايما بتقدم حاجات حلوه. هذا شيء مسؤوليه، ربنا اداني الصوت، اداني الموهبه دي عشان اقدمها باخلاص. لازم أقدمها بإخلاص عشان المستمعين عودتهم كده من 40 سنة لهلا، يعني بيسمعوني أضل مخلص معاهم، مخلص كل جمهوري اللي بيحبني. لازم دائما أقدم شيء مش دون مستوى، يعني اللي أقدمه دائما يا نفس المستوى أو أحلى إن شاء الله. إن شاء الله دائما أحلى إن شاء الله. بتحضر لنا إيه؟ في عندي حاجات كتير حلوة، عندي كتير شغل جديد حلو، ألحان جديدة وأعمال جديدة، بس تغير النظام عن أول. كنا ننزل سيديات ألبوم، هلا بننزل سينجل أغنية اثنين تقريبا كل شهر، كل شهرين عم ننزل أغنية. وعندي كتير ملحنين نسمع بنشوف الحلو بنشتغله، حنشتغله ونعمل إن شاء الله. أنت فعلا تتعصب بسرعة؟ يعني الأيام دي مش كتير. قبل كنت شوية أتعصب بسرعة، أتنرفز بسرعة، بس الحمد لله أحسن بكتير دلوقتي. أبو وديع ما شاء الله تاريخ طويل، 44 سنة. حاسس إنك حققت اللي كنت تحلم بيه دايماً؟
الحقيقة أنا عمري ما حلمت حكون يوم من الأيام هيك أو يوم من الأيام حصير أنا بهالمستوى أو بهالليفل هيدا من الطريق اللي أنا مشيته اللي أنا اخترته وربنا اداني هو أنه صوت حلو وهذا شيء لألي كتير 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 أنا فرحان بهالطريق اللي ماشي فيه وعم حقق نجاح شوي شوي لحالك ما بنظر لبعدين النجاح بتجي لوحدها عم بنجح شوي 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 كل هالوقت 44 سنة الحمد لله الحمد لله بحاول قدر الإمكان إني أقدم شيء حلو أقدم شيء ما يكون شيء هابط شايف إنك خدت حقك في الفن وصلت اللي حلمت بيه وخدت حقك الحمد لله الحمد لله طب لو وقفنا في محطات حياة أبو وديع إيه أهم محطة في حياتك؟ المحطة اللي حاسس إنها صنعت اسمك يوم طلعت من بيت أهلي ورحت أغني حسيت إنه إيه أنا صرت مطرب بدي غني مغني بدي غني المحطة الأولى نزلت من سوريا على لبنان سنة 77 نزلت مع الملحن جورج يزبك الله يرحمه ترابه عمل ثلاث أغاني اللي هم دبنا عيامك دبنا وترغلي ويا والدني كانوا أول ثلاث أعمال لعلي وابتدت هذه أول مرحلة أول محطة بدأت فيها بالحياة وبعديها شكل الموجي الملحن المصري الشاطئ اللي تقريبا نص أرشيفي وشغل من الحان شاكر كانت أغنية اللي تعبنت في هواك عملت ضجة في خصوصا طبعا نجحت جدا الحمد لله طب نسمع شوية منها حتى ازاي مستخسرها سكر أما بيقولها للي بتوب ضيع قلبه ورحت بدال حتى ازاي مستخسرها ما بيقولها للي بتوب ضيع قلبه ضيع قلبي ورحت بدال شفته ازاي في اللوب خلي مليانة حليب ولا الأسود طبعه حبيبي ولا الأسود طبعه حبيبي وانا دي الوقت لما بقى عيني في عينه ملل قوي حتى ازاي استكتر هما بيقولها مش ده اللي في حبه ضيع قلبي ورحت بلا ضيع قلبي ورحت بلا أبو وديع أهم محطة حسيت إنها صنعت اسمك أو فرقت معك أهم محطة في حياتي فنية فنية آه ممكن تكون أغنية يوم غنيت كلام الناس تبي أقدم لولا آخر الله أغنية اللي كانت من بوكيه مجموعة أغاني أخذتهم من صلاح شيرنوبل والحن الجميل والحلو وأخذت أغاني خمسة ستة معاها كلام ناس أخذتها آخر واحدة مش عاوز أخذها كنت ما كنتش عارف إنها هتنجح النجاح ده كله لا والله كان معايا شخص ربنا يرحمه اسمه رئيف شكري قال لك يا معلم خذها على البيعة على البيعة بشيامينة على البيعة انت خذها على البيعة شو أنا شو الكلام ده كلام الناس بقدم ولا آخر معقولة دي يعني إني مستهزئ بالناس وهذا وفعلا حبه وكانت أنجح واحدة فيهم طب إيه أهم محطة شخصية في حياة أبو وديع؟ مية مية كانت محطة كتير حلوة أنا جوزت وصار عندي ثلاث شباب والحمد لله ربنا يخليهم لك ربنا يخلي عيال العالم كلها وخلصك على خير يا رب ربنا يخليك يا أبو وديع أنت وأيمن يا رب ربنا يخليك في رباب عزكم إن شاء الله ربنا يخليك يا أبو وديع طب أصعب محطة في حياة أبو وديع كانت إيه؟ الحمد لله ربنا أداني حظ وقوة أتخطى المصاعب أصعب حاجة كانت إيه؟ كانوا كتير؟
لا مرض معايا حاجات شويات في حياتي بس عادي. لا مش صعبه. لا الحمد لله. اول حاجه عملت عمليه غيرت التو هيبس بتاعي اليوركين سنه 2001 والحمد لله عدت على خير الحمد لله. واخر وعكه صحيه اكلتها يمكن من يجي 7 سنين. الف سلام عليك. الحمد لله رب العالمين كل حاجه من ربنا حلوه واي شيء مستفادني فيه ربي يعني الحمد لله هو فاكرني. انت رجل مؤمن وقوي عشان كده تتخطى المصاعب. وايماني بالله هو بايدي الحمد لله بقلبي وبروح هو كل حاجه لعلي رب العالمين. الناس وقفت جنبك في تعبك؟ طبعا كتار وقف جنبي كتار. مين وقف جنب ابو وديع؟ اول شيء اولادي وامهم ربنا يخليهم صدق جنبي دلوقتي جنبي حبايبي والناس اللي بيحبوني كتير. انا ما عرفت من جاي المستشفى ما عرفتش مين بيسال عليا. الفنانين مين سال على ابو وديع ووقف جنبه من الفنانين صحابك؟ كله سال كله وقف جنبي واللي ما سال بكون ناسي معلش انا بعتبره سال. انت مسامح؟ من قلبي مسامح ما بتذكرش انه حدا زعلني اما لا اذا حد غلط عليا وبنسى انه غلط معي اما لا. طب تتاثر بينك وبين نفسك وتكون زعلان او لا؟ بينك وبين نفسك بتقول ليه ده ما سالش عليا او ده كان صديقي و... مرور الكرام مرور الكرام قول. بتعاتب؟ ايه بصوره اذا ذكرت واحد عمال يقول له ولا وهيك هذا اللي طلع منك هيك بس يلا معلش عادي يعني بس عادي للمزح بس بس للمزح وبس. نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا؟ نروح محل ما انت عاوزه ونرجع وانت عاوزه. فاصل وراجعين يعني. رجعنا لكم مع سلطان الطرب ابو وديع اللي منورنا ومشرفنا. طول عمرك يا حبيبه قلبي. الندم موجود في قاموس ابو وديع؟ ابدا. ولا عمرك ندمت على اي حاجه؟ الندم قلبي يا من ظلم. ابو وديع هو فعلا الندم ما بيفتش بس ممكن نتعلم منه. والله عمري ما ندمت على شيء والله كل عملت حياتي كانت لصالحي. ولا على صراحتك؟ انت صريح جدا وجريء جدا. انا مبسوط بصراحتي مش هغير هضل صريح لابد الابدين طول ما انا بتنفس. حتى لو زعلوا منك ناس؟ الناس اللي هيزعلوا من الصراحه يبقوا ممكن هم في الغلطانين. ناس تزعل يبقوا هم الغلطانين مش انا. ابو وديع قلت في مره يا ريتني ما غنيت ولا دخلت الفن. اعوذ بالله ده كفر. دي نعمة من ربنا الله أعطاني إياها. أبو وديع الصوت الحلو نعمة من عند ربنا ومحبة الناس نعمة. طبعًا. بس الشهرة مش أحيانًا تكون نقمة؟ لا. أبدًا لا. أبدًا لا. مش سلاح ذو حدين؟ أنا بديك الحقيقة أنا أقدر مش أروح من أوضة النوم على الصالون. على المطار على الاستوديو. يعني ممكن مرة الليلة أطلع أتعشى في رستوران أو في محل برضه بقدرش آكل بس هذا الشيء بفرح القلب ولو ما كانش كده أنا اللي حزعل. وأسعد سعدي حدا مشهور إذا فات على محل ما قالوا واو هيدا مين إذا ما عملوا هيك بيزعل والعملية ما عرفوني ما بيحبوني. الحقيقة شو هي نعمة الله فضلنا على غيرنا يا بنت الحلال. أبو وديع لو رجعنا للأغاني غنيت سلمتك بضلة اه ما ندمتش على الأغنية دي؟ أو إنك غنيتها؟ أنا سمعت الأغنية مش عارف لمين سجلتها طلعت لخينك عظم ونجحت ونجحت ولما عرفت وأنا فرحت كمان بس ما كانش معروف بكاظم أيامها يعني كان معروف بالعراق هو فعلا أيامها ما كانش معروف. لا هو فرح وقال لي بيروت وجاب لي أسطوانة قديمة. أنا كنت في أمريكا وقابل البيت وقال له سلموا على أبو وديع. علاقتك بالفنان الكبير كاظم الساهر عاملة إزاي دلوقتي؟
عامله ازاي؟ علاقتكم حلوه؟ لا ما بشوفوش. ما تشوفوش؟ لا عشان هو في بلد وانا في بلد. ما يسالش عليك؟ ما بيسالش عليا ابدا. بيسال عليك ما بيسال عليا. بيسال طبعا. وانا بسال عليك مطمن على بعض الحمد لله. إن مش كلنا قاعدين سوا وكل يوم ونفتح علمين على بعض، لا. خلي في القلوب في القلوب. اللي في القلب في القلب. طبعا. انت يا عيون القلب عايشة انت يا طيبة. ربنا يخليك يا ابو وديع. نسمع ايه؟ هذا العلو ولا العايشة بقى؟ لا. لا لا العايشة. زعران. ابو وديع حبيبتي. ابو وديع نسمع ايه؟ خلينا نسمع حاجه. انت عايزه شافوني من كتر الفرح، شافوني من كتر الفرح، شافوني من كتر الفرح، قالوا سألوا عني، تعالوا اسألوا عني، تعالوا اسألوا عني، ما تعالوا اسألوا عني، أنا اللي بيجرى، طبيب الكون ما تشفيني، طبيب جرى، لولو الناس تداويني، ويا مجرى، قالوا زمن نسيتو ازاي، نسيتو ازاي الحب اللي كان بين الوعود والعود، بين العود بين المحبة والحنان والحنان، جابوني من كتر الفرح، شافوني من كتر الفرح، قالوا اسألوا عني، ليه اسألوا عني، ما تعالوا اسألوا عني، تعالوا اسألوا عني، أنا اللي بيجرى قبل ما الكون ما تشفيني، طبيب جرى قلوبي بالله يا مجرى، ضحكياني ضاعت الابتسام، القطر فات، القطر فات بقاله سنين، فين الوعود العهود، فين العهود، فين المحبة والحنان كتر الفرح بيني، اسألوا عني، تعالوا اسألوا عني، أنا اللي بيجرى أطب الكون، أطب الكون، ما تشفيني، ما تشفيني. الله عليك يا وديع، من أحلى أغانيك. طول عمرك ابو وديع. ممكن نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا؟ لو عاوز اروح فاصل. لا انت مشرفنا.
انت اللي تأمره، انا هنا عند حبايبي. انت مشرفنا. انا هسحل في بيتي، انا في مصر الغالية. ربنا يخليك. مصر الغالية حالي. بجد بجد هذه حكاية كبيرة على مصر. ربنا يخليك. راس امي عايشة. وهذه البلد إلى عندي كتير. وانا الي هون محبين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قد ما بيحبونا بحبهم ضرب عشرة. فاصل وراجعين. رجعنا لكم في حلقة استثنائية مع أبو وديع اللي منورنا وشرفنا. طول عمرك عايشة، خليكي بصحتك يا رب. ربنا يخليك. أبو وديع معنا ست صور، أقول لك التصريح تقول لي مين في الصورة، ماشي؟ ست صور؟ آه حاضر. يلا. الصورة اللي جاية من صناع تاريخ الوصوف اللي صنعوا معاك أمجادك وتاريخك الفني، مين؟ تفتكر مين؟ فاكر منهم مين؟ فنانين ملحنين. ملحنين في البداية. في البداية حبيبي جورج أزبك ربنا يرحمه. جورج أزبك اللي هو لحن لي أول أغنيتين ثلاثة. طب خلينا نشوف الصورة. فعلا الله الله. جورج أزبك أمجد هذا العطيفي. جورج أزبك اللي على اليمين الله يرحمه. صلاح الشرموبي. أستاذ جورج. وشاكر الموجي. وشاكر كان اللي بعده وبعده كان صلاح وبالاخر كان امجد العطافي. دول عطوني من قلبهم. جورج أزبك عطاني اول اغاني عملها لي اللي هي دبنا غيابك دبنا. شاكر الموجي اللي اداني اياها اللي عامله سنين في هواك. كانت اغنيه ناجحه كثير وبعدين حدثي ولا حرج اغاني كثيره. ومن بعد يا أستاذ صلاح شرنوبي هذا الفنان العظيم الحساس أخذت منه أغاني كمان كتير كتير أخذت منه في أرشيف كتير لصلاح. وبعدين حبيب القلب ده العسل اسمه أمجد العطافي. ده فنان يعني عصير الإحساس وطيب يعني مش حاضر اوصفه قد ما انه طيب وفنان عظيم. خلينا ناخدهم واحد واحد. الفنان جورج أزبك. جورج أزبك تاريخ بحياتي. انا كنت وانا صغير وكان يحبني. وهو كان انسان كان هو هيك شوي ظالم وجبار. كان ظالم؟ بس كان يحبني. اللي بروح هو الصوف اللبناني وبيحكي هيك. نروح انت حتكون مايكل جاكسون العرب. كان راكب ورايا على الموتوسيكل في كان هو كان ناصح وانا بسوق الموتوسيكل وانا كنت قد كده. لك يا وصوف طفشني يا استاذ جورج. قال لي انت حتكون مايكل جاكسون العرب يوم من الايام. وفعلا كان سنه 83 كان مايكل جاكسون سنتها كان ملعلع وراهن علي الحمد لله وعطاني من قلبه. وما بعرف اذا ربنا قدرني كرمته قبل ما يموت الله يرحمه. بنحيي ابنه اللي موجود معنا الفنان باسم يزبك. مره قلت لك اياها تفضلي. خلينا نروح للملحن امجد العطيفي. امجد العطافي ده الله يرحم محمد سلمان. محمد سلمان بيكون عمه او مراته. كان يروح معانا سجوا أول ألحان ويصلتن على الحان أمجد وحب صوتي واللي غني هاي وغني هاي وشوف هايدي والصوف هايدي بتاخد العقل. وطبعاً الله يرحم محمد سلمان كان الله يرحمه حكاية كبيرة يعني كان صنع فنانين. الملحن صلاح الشرنوبي. ده صلاح بقى حاجة تانية. ده حبيبي صلاح. صلاح اللي أخذت كلام الناس مع البوكي الأغاني اللي كانت هي حب الأولاني وحبيبي كده وليل العاشقين. شاكر الموجي. شاكر أوه شاكر. هفتكر إيه ولا إيه من شاكر؟
شكل عملي من الألحان الجميلة أوي يا صياد الطيور. الحب شاطر بس الدنيا بخير. طبيب جراح روح يا روح الروح اسماعيل روح يا روح الروح صياد الطيور صياد الطيور عمي صياد الطيور حكاية حلوة كانت. تحبيني؟ بتحبيني أي ولا؟ عاوز أعرف كلمة حق. الله بس ما ترديش علي إلا لو حسيتي بيا. أول مرة أحلف لك اسمع قلبي يدق. كلها أغاني حلوة جدا. نروح للصورة اللي بعدها. اتفضل. يلا. قلت بتعمل كليبات حلوة وبتاخد جوايز الله يوفقها. أقسم بالله يمكن ما قلت أو مش فاكر. لو عندكم حاجة تسألوني ولي قلت بقول. لا مش قايل بحياتي. طب خلينا نشوف الصورة ممكن تفتكر. يلا. الصورة يلا. إليسا قلت كده في العراب مع نيشان كان سألك على إليسا ونانسي وهيفا. ايه وقلت حضرتك قلت انهم بيعملوا كليبات حلوة وبياخدوا جوائز وربنا يوفقهم. ما بظن بشكل عام بس مش بجيبش وحدها خصوصي. لا والله. طب ايه رأيك في إليسا وفي أغانيها؟ الحقيقة انا كنت أعرف إليسا من زمان قبل ما تنشر وتعمل أغاني. كنت احب صوتها وهي بتغني. كانت بتغني لورده. كانت بتغني تقريبا الاغاني بغنيها ورده او كلثوم. انا هي كانت بتأدي حلو وبتغني حلو بس من بعدها ما اسمع شيء معين. بس ما في شك فنانه ناجحه. فنانه عندها جمهورها وعندها ناس على السوشيال ميديا لحينها بارقام. لو ما فيش حاجه يعني بالموضوع اكيد مش هتحقق النجاح ده. طبعا. وربنا يوفقها يا رب. وربنا يوفق الجميع. انا الاوقات بيقولوا لي حاجه بقول له طب نعمل هيدي ولا نعمل هيدي واختارك. يلا عند اغنيه بتقول لي يلا بقول له يلا عودت اليسا لك يلا بقول له انتوا عاوزينه ما يلا بغنيك من قلبي يا بنجاحك. طب خلينا نشوف الصوره اللي بعد كده. اتفضل. قلت عنه فنان عظيم بس يا ريت كان مصور اعماله. مين؟ زياد رحباني الغالي. نشوف الصوره. هيدا عبقري زياد رحباني. عبقري موسوعة كبيرة بالشغل. موسوعة. أنا التقيت معه مؤخر شرفني بزيارة. كانت عندي لألي فعلا كان عندي حدث لألي. يعني حبيت إنه جال عندي فنان مثل زياد. وأنا كل أعماله كنت شايفها وبحب كل أعماله. أنا قلت بس مش مصور أعماله. مظبوط. لو كان مصور اعماله زياد رحباني كانت تفرق الحكايه من الارض للسماء. طب ما قلتلوش الكلام ده؟ انا شفت زياد وما سمعت انا بتفرج عليه هيك. انا بيقولوا لي مجنون. قلت له شفت مجنون اكثر مني. ما عادش يحكي معايا. يعني ما تكلموش ما تقولوش اي لا حاجه؟ لا اتكلمت معاه وفي مشروع ان شاء الله اغاني. ان شاء الله. مشروع ايه؟ مشروع اغاني لسه ما قررناش. وهذا شرف لي. أعمل عمل أنا وكون اسمي حد اسم زياد رحباني. هذا الحق. خلينا نشوف فيديو. يلا. يلا الفيديو. هيدي مقطوعة موسيقية عملها زياد الغالي العبقري. سميها وقمح. وقمح وقمح؟ قمح. جملة موسيقية بعيدة بعيدة بتكلم على بعضها. هو بيقصد فيها هو كتير عميق. هو عميق في المعاني اللي بيعملوه. هيدي مسميها وقمح. هذا قمح مثل بيقولوا عنه وقمح حتاكلوه. اوكي وقمح حناكل ورا بعض ورا بعض لنشوفه. بيقصد فيها حاجات كتير. الحياة الاجتماعية، الحياة الفنية، الحياة السياسية، انه كله بيتعاد. نشوف بعدين حنصير فين يعني. بعدين نشوف في اخرتها فين. ما هو زياد غامض جدا بس اللي يفهم زياد
يكون عن جد بحب زياد. انتوا شبه بعض؟ لا هو احلى. في الصراحة في الطبع. اذا عندي شيء بشبهه انا تعلمت منه بكون. طب اخر زيارة للست فيروز؟ زرتها مرة. كانت زيارتي الحلوة لطيفة وقعدت كانت لطيفة. تعرفت عليها وكمان قعدت مع فيروز، فيروز العظمة فيروز. حكيتوا ايه؟ ما فيش حاجة معناها، كم سؤال سألتني طبيعي. شو أخو كيف عايش؟ مع مين بتشوف فنانين؟ شو كيف علاقاتك معهم؟ الحمد لله جاوبت عادي يعني. شو أنا قاعد قدام فيروز برتعش. فيروز فيروز العظمة هي. طبعا تحية للست فيروز. طبعا إن شاء الله في لقاء تاني. ريما قالت يا ريت الناس زي أبو وديع ما يغنوش للست فيروز. مين؟ ريما بنت الست فيروز. آه. أنت ليه ما بتغنيش لفيروز؟ فيروز لسه طيبة وبصحتها وبتغني وغنت وأرجي، مش عاوز حدا يغني لي أنا فيروز. ما بغني لفيروز أنا بسمع فيروز. أيوه بس ممكن نغني لحد بصحته وطيب. أنا بسمع ولا بستغل أي شيء أرجو فيروز، هذا شيء مبدأ بالحياة. فيروز بس في حد ما حافظ أغاني فيروز، في حد ما بدندم أغاني فيروز طبعاً. بس ما بستعملهم أغاني و... يعني ممكن تدندن أغانيها؟ ممكن بس مش هوقع بالفخ، مش حدا عندي. لا مش فخ يا أبو وديع، والله سؤال بريء. حبيبتي فيروز عظمة، عظمة كبيرة يا عائشة. هل الحقيقة وقت بيحكيها شو؟ طبعاً الست فيروز في أجيال غير أجيال. بس ما فيش مانع إن احنا نغني لها، ما نغنيهاش ليه؟ أنا ماشي على خطاهم، بس أنا اللي عملوه أنا لسه مش عامل منه حاجة. طبعاً الست فيروز تاريخ كبير جداً وفنانة عظيمة، بس ليه ما نغني لهاش؟ ممكن نغني لها 100% يا حبيبي. في ناس بتحبها وبتغني لها، يعني لو غنيت لحد عشان بتحبه وبتحب أغنيه. بتغار على شغل أمه، بتغار على بتغار على عشي خصياتهم، هاي دي الروح تبعهم. يمكن في ناس عم يغنوا لها يستغلوهم على السوشيال ميديا أو شيء، وممكن محبة. يعني فيروز شيء لألي أيقوني. نسمع ايه يا ابو وديع؟ يلا يلا. ولا دم عليا ما خلاش الفراق بيا، ما خلاش الفراق بيا. لا لوم ولا دم عليا ما خلاش الفراق بيا، خلاش الفراق بيا. نسيت النوم وأحلام، نسيت ليالي وأيام، نسيت النوم وأحلام، نسيت ليالي وأيام، نسيت النوم وأحلام، نسيت ليالي وأيامه بين الليل وآلام، بين البحر وأوهامه بين الليل وآلام، بين البحر وأوهامه بخف علي خفت انساني، الشوق إليه على طول صحاني صحاني صحاني، غلبني الشوق غلب غلبني غلبني من ليل
لحظة حلوة عشنا فيها بالهوى وافتكرني مرة غلوة لو سمعنا هالسوا خد من عمري عمري كله سواد انا اشوفك فيها خد من عمري عمري كله سواد اشوفك فيها خد من عمري بخاف علي بخاف تنساني شوق إليه على طول صحاني صحاني لكم في حلقة استثنائية مع أبو وديع اللي منورنا ومشرفنا. طول عمرك عايشة خليك بصحتك يا رب. ربنا يخليك أبو وديع. أنت قلت عنهم دايما حواليا، قلت كده على مين؟ قلت كده على مين حواليا؟ دايما حواليا أولادي. خلينا نشوف الصورة. دول أولا هم طبعا أولادك، ربنا يخليهم لك. هم دول الثلاثة الغاليين. تحب تقول لهم إيه؟ الله يوفقكم واحد ولا الثاني يا رب، وينور طريقكم كيف ما مشيتوا اوكي، وتضلكم هيك ومحبتكم لبيكم وهيك بتشوفوا حالكم ببيكم. وانا انتوا بتعرفوا شو انتوا لي وبس، وانتوا حبايبي جبل حد جبل جنبي جبل. اجي في اشاعات كثير بتطلع انه مثلا اولاده اشاعات ما بشوفش يعني اولاد، وما كانوا بيقولوا كان في بينك وبينهم مشاكل. لا يا بنت الحلال، لا مشاكل انا اولادي. انا بقول لك الاشاعات مشاكل انا واخويا انا وصديقي انا واحد هيك في شيء انه خرج عمل مشكله، وانا اولادي بدي اوعى اولادي. بس في ناس بيقولوا كان في مشاكل بينك وبين اولادك، في ناس حاولوا يوقعوا بينكم. انت اولادي من مرحله الشباب الصغار، كبروا الشباب وكل واحد عنده شغل وعنده انا محبتي لانه عطفي لالهم، بس يبعدوا عني انا بدي اياه. ربنا يخليهم لك. بس فعلا في ناس حاولوا يوقعوا بينكم. ركزوا شغلهم كلهم، كله حدي كله بيفضل معايا، بيسافروا معايا بيجوا معايا حسب كل واحد مين فاضي مين مش فاضي. في حد حاول يوقع بينكم؟ شو يوقعوا بين الاولاد؟ شو عندنا مصلحه سوا زي بعض يعني كل واحد يغار من الثاني؟
طب أبو وديع في اتنين من ولادك أصواتهم حلوة جدا، اللي هما وديع؟ لا لا أعوذ بالله، أنا مش سامع صوته أساسا، هما بيزفوا قدامي. لا سمعت لا صوت لوديع ولا جورج؟ عمره ما جربوا لا يغنوا ولا يعملوا موسيقى، عمره ما سمعتش أصواتهم؟ ما فيش حد فيهم غنى قدامك أو حتى غنى أغانيك؟ لا؟ لا. فممكن تكون أصواتهم حلوة، أنا سامعة أن أصواتهم حلوة. طب هم اتعلموا واخدوا جامعات والحمد لله، كل واحد بيشتغل عنده المجال بتاع شغله ربنا يوفقهم. هيعمل مطرب ليه بقى؟ لو هم عايزين ممكن تساعدهم؟ أنا ما بقى افطريهم، بس هم من الأساس يوم كانوا صغار ما خليتهم لا يتعلموا موسيقى ولا شيء، إنما راح راسهم على العلم وعلى غير. أنت اللي ما كنتش عايز ولا هم اللي مش عايزين؟ الحلال هيك بيتنا هيك. يعني إيه بيتكم؟ يعني أنت فكرة هذا بيت العيلة يا صور، أخذ ابني أحطه معايا كورال. يعني أنت ضد إن ابنك يتعلم مزيكا؟ طبعاً، لما كان ابني صغير هل يتعلم مزيكا يعمل هو عاوز ولا راجل هو حر برأيه؟ طبعاً ضد. ليه ضد يا ابو وديع؟ خايف عليهم المجال ده؟ عايز تحميهم وتبعدهم؟ خايف عليهم من كل الجودة، كل الجودة مش جو أولادي ولا فوت على دماغهم أساسا. من كل الجو ده؟ يعني فيك تقولي إيه؟ إيه جو جو؟ بمعنى يا ابو وديع، بمعنى؟ بمعنى جو ده متعب، لو قدرت خلص أولادي منه ما يفوتوا عليه كون الحمد لله، وقدرت الحمد لله. قال عنك أستاذ الكل. مين؟ أنت قول لي مين، مين قال عنك كده؟ ارجع لورا كده؟ أه؟ أستاذ الكل؟ آه هلا عن جديد. حغششك. نجوى كرم، نجوى كرم. نجوى كرم، خلينا نشوف الصورة. حبيبتي نجوى. شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم. يا نجوى يا باتريسيا كاس. أنا بعيط يا باتريسيا كاس. إيه؟ ليه بتقول لها باتريسيا كاس؟ بهزر معاها. نجوى عمر من زمان. طبعاً. صديقة وحبيبة قلبي، ولما كانت معلمة مدرسة، كانت بتعلم في المدرسة قبل ما تغني. كان في جيبها تحط التيب بتاع وصوف. بتحب صوتها؟ بحب صوتها وصورتها كمان. طبعاً بحب نجوى، بنت نجوى. اللي جاي مش صورة؟ فيديو؟ اه خلينا نشوفه؟ يلا نشوف الفيديو. ابو وديع لا لا، قصة قديمة حبيبي، ورزق رجع اعتذر وانا اصلا ما بزعل منه. شوفي، كل حدا صديق لوالدي، قريب من والدي، شو ما عمل شو ما ساوى ما بزعل منه. خلاص اتصالحتوا؟ ايه اتصالحنا من زمان، صالحنا وطلع قال سوري وقال انه ما كان قاصد وانا بنت حبيبه، هو كان تربطه يعني علاقة كثير قوية. انت بدلتي؟ نسيت. بعتقد اني انا طلعت قلت ما بزعل منه لانه هو رفيق بابا وحبيب بابا، فما حازعل منه، فهو رد كذا وكذا. بحب كثير كثير كثير، ان شاء الله هلا كنا عم نحكي من يومين انه بدي اعمل شيء انا وياه، جاي على بالي. هو واحد من الاشخاص، من اهم الاشخاص يعني، من اوائل الاشخاص اللي جاي على بالي غني معه. عايش، انا ما عندي شيء ضد اصاله شخصية، وانا بقول انا فنانه وبتغني حلو ونجحت وبنت بلدي سوريا، بس انا عندي ملامه علي كتير كتير مش شوي. قلت أجمل مراحل حياتي بعد الخمسين. الاستمرار أصعب من النجاح. ده كان رد على الناس اللي قالوا أبو وديع لازم يعتزل. ترفض إنه زوجتك تطلع للأضواء؟ أرفض سؤالك من أوله، اللي بعده يا روح قلبي عايزة. مين اللي خذل أبو وديع؟ أوه. كان بيغني أغانيك في بداياته. مين ده؟ وائل جسار. وأنا مالي يا أختي، أنا شكيت عليه شيء.